جاي يلا جاي جاي ايه جيت جيت اهلين وعي شمين استاذ خالي خالي اهلين بالخال اهلين يا ابني اهلين ماشي خلاص عمل اللي بدك اياه بين ما تخلص قصه العالم يقدروا شو غير ضابط 100 خالي عن حقه حقيقي والله العظيم كذابين يا صدقني يا استاذ صدقني يا استاذ عماد كذابين كلهم كذابين وهذا يا زلمه يزن راس الحبه والله يا استاذ علاء استاذ يا انسه نجاح الله يخليك يا انا اسمي استاذ عماد انا مدير المدرسه عفوا الطالب اللي عندك اسمه الاستاذ علاء عفوا تفضلي احكي بهدوء عشان اعرف افهمك تفضلي حقك علي يا استاذ سامعني مو سيدك سامعني مو قصدي بس كلهم كذابين هذا علاء هو تفضل مرحبا استاذ عماد اهلا وسهلا تفضل محمد ابو زلمه خالد اهل الموضوع شرف الله يزيد شرفك نلعب برا خالو نلعب برا استاذ انا رسمت حبه لك علاء مظلوم علاء شاطر بس هي صفاء هي صفاء راس الحبه يا مدام نجاح يا انسي استاذ يا انسي يا ضرب السخن عندي ضيف بدي احكي معه تفضلي لا خذ راحتك لك يا اخي ما بدي اخذ راحتي تفضلي تفضلي طول بالك شرفي يا مدام تفضلي طول بالك وانت اطلعي برا كمان يا انسي اطلع ولا قوه الا بالله وليش ما شرف ليش ما شرف ابوه او امه للمحروس يعني صهرك او اختك هي معك حق بس هو ابوه مسافر وامه مريضه اذا ما بيمشي الحال بمشيها شوف ابن اختك وضعه صعب كتير فوق ما تتصور هي تاني سنه عم يعيد فيها البكالوريا يعني اذا سقط بده ينلحش برا المدارس نهائي والله هو معك حق يا استاذ وكل شيء عم تحكيه درر يعني والصبي مأكلنا بالبيت بس شو بدي اقول لك طي الشباب تعرف انه انا لقطته امبارح عم يدخن عم يدخن؟ والله انا كسر راسه لهالكلب يا لؤي ولا يا اخي طول بالك ما بدك تكسير طول بالك خذ واعطي معي نحن بالعيله كل شيء الا الدخان يا استاذ كل شيء الا الدخان لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله عموما اهلا وسهلا فيك وانا بتمنى ابوي يمر لعندي بس يجي من السفر او امه تجي بس تقوم السلامه ايش بها امه؟ امه للدب اللي جاي لعندي مشانه مو مريضه اه اختي يعني ايه الله يسلمك خلينا اياك شكرا كثير وما عنا الابيات التي قراناها سكرت امك رامي بلا ضحك موجهه الى الفلاح الا انها رساله فنيه مرسله إلى كل المثقفين وأبناء الأمة. يعطيكم العافية. صحة صحة صحة. استاذ عمار. شو بعرف والله ما عم بفتح الوجه شو بعرف اكلات طيبه امبارح الساعه 4 الصبح قاعد على الفيسبوك عندك بكالوريا وفيسبوك يلا 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 يا شباب شو صار معك كشفنا اكلنا هو بتمزح طبعا عم بمزح لك هذا اول حروف او نون تضرب ما اخلص يلا باي باي لو اي وينك لهلا قصدي ليش دخلت لاجيت على المدرسه لو تعرفي شو صاير معي شو صار هاي لك صار جيب يصير لحظه لا ما
مش مشكلة؟ لا ما يعني ليه زورتي؟ كان بارح كانوا عندي هيك عندي بالبيت ماما وصلت عليها شوي شوي هلقت هي ضايق وصلت وراحت شو بتعرف ماما كيف يعني شوي عصبية بس ما حلوة زي بالكم ما بتطعميكي ما بتصحيش وين طالب مبين اليوم؟ لك بيكون مقبول بالصف هلا مثل العادة لا تحكي على هيك يعني انه معقولة الولد شو بينام شو بده بالمدرسة خلص يروح يشتغل له شي شغلة ثانية لك الله يكون بيعونه شو بكون؟ قدرتني شو عندي هلا؟ دبكة شيلي لك شيلي تعال على الأول بحياتك